أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مباشرة إلى العناوين. انقضاء الأجال القانونية لإيداع ملف الترشح للرئاسيات المقبلة، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تستقبل 16 راغبا في الترشح أودعوا ملفاتهم. أجواء من الفرحة والبهجة تطبع الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا عبر الوطن، ونسبة النجاح الوطنية تبلغ 58.28%. الجزائر تدعو من العاصمة الغانية أكرا إلى اعتماد رؤية استراتيجية جديدة للشراكة التي تربط الاتحاد الإفريقي بمختلف الفاعلين الدوليين. في فلسطين المحتلة شهداء وجرحى في قصف متواصل على القطاع، والتلفزيون الجزائري يرصد فظاعة جرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين العزل بعد اكتشاف مقابر جماعية. أهلا بكم من جديد. المستهل بملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، حيث انقضت منذ لحظات الأجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح من قبل الراغبين في الترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي استقبلت 16 راغبا في الترشح أودعوا لدى رئيس السلطة الوطنية ملفات ترشحهم، حيث استقبل أمس بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون من قبل رئيس السلطة لإيداع التصريح بالترشح. رئيس السلطة سلم الراغب للراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون الذي تقدم إلى السلطة مرفوقا بملف ترشحه واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن مثل المترشحين الآخرين وكما ينص عليه القانون، جئت لإيداع ملف ترشح رسميا لدى السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات. بهذه المناسبة بالطبع نجدد شكر لكل من أبدى مساندة لشخصي من أحزاب ومنظمات وهيئات ومواطنين ومواطنات، كما أشكر بهذه المناسبة كل من تحمل عناء الذهاب إلى البلديات وإمضاء سندات لتثبت المساندة للمرشح اللي هو أمامكم اليوم. إذن شاكر لهم المجهودات لكل المواطنات والمواطنين. أتمنى إن شاء الله أن الهيئة المستقلة يعني تقبل الملف الذي طرح أمامها. في الظرف هذا اللي أنا فيه بالأخص اليوم، نتمنى بناتنا وابنائنا اللي فازوا في البكالوريا واللي يكون عندهم النبأ المفرح اليوم ان شاء الله، نتمنى لهم مسار جامعي في المستقبل ناجح ان شاء الله، كما اتمنى لمن رسبوا في امتحان البكالوريا لهم فرصه اخرى ان شاء الله وينجحوا هما كذلك. هذه المناسبه كذلك أتمنى
لبناتنا وأبنائنا الرياضيين في الألعاب الأولمبية، إن شاء الله يكونوا من الفائزين ويرفعوا العالم الجزائري في المنافسات الدولية. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم. كما أودع أمس الراغب في الترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان شريف التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الراغب في الترشح عن حركة مجتمع السلم أرفق ملف ترشحه باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. نحن اليوم بفضل الله عز وجل أودعنا ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ملف يستوفي جميع الشروط القانونية المرتبطة بالوثائق والشروط المرتبطة بالتوقيعات والاكتتابات، اكتتابات الناخبين واكتتابات المنتخبين. كانت العملية ترتكز على مرتكزات ثلاث. المرتكز الأول هو الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها استحقاق دولة، استحقاق وطن. مسؤوليتنا كحزب سياسي فاعل محوري في الساحة الوطنية تقتضي أن يكون حاضراً من خلال مرشحه ومن خلال برنامجه ومن خلال رؤاه الاقتصادية والسياسية لمعالجة كل القضايا التي تعني الوطن. وهذا الترشح أيضاً كان بإسناد من طرف إخواننا في حركة النهضة وإسناد للعديد من الجزائريين والجزائريات الذين آمنوا بأن برنامجنا وأن ترشحنا يشكل فرصة للجزائريين من أجل أن يتطلعوا إلى تداول سلمي على السلطة وإلى تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد، خاصة ونحن نعيش انتخابات رئاسية هي الثانية بعد انتخابات 2019 التي كانت بعد حراك شعبي سلمي وطني جمع الجزائريين من أجل أن ينشدوا الإصلاح والتغيير، من أجل أن ينشدوا التحول الديمقراطي، من أجل أن ينشدوا تثبيت الحريات وتثبيت الثوابت والقيم. كما أودع الراغب في الترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تمكنا من تجاوز هذه المحطة بجهد خالص ومستقل لهيئاتنا ومناضلينا على المستوى الوطني. هذا لا يعتبر تفصيلا بالنسبة لنا في الأففاس، هذا لا يعد تفصيلا صغيرا، بل هو أمر أساسي شددنا عليه مرارا وتكرارا من أجل الحفاظ على استقلاليتنا الحزبية وسيادة قراراتنا السياسية. بفضل التزامهم تم إيداع 1300 توقيع للمنتخبين، والذين نجدد لهم شكرنا الخالص على تشريفنا بثقتهم. و عملية جمع توقيعات المواطنين والمواطنات لا تزال متواصلة، لأنه بالنسبة لنا
هي عملية سياسية تمكننا كحزب سياسي لنشجع الجزائريات والجزائريين للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام والمفصلي في حياة الأمة. فلقد دخلنا هذه الانتخابات عن قناعة معتبرين إياها خياراً استراتيجياً تمليه ضرورة ومتطلبات سياسية وطنية سنعمل من خلال حضورنا فيها على تقديم تصور وإجابات واضحة وواقعية لها. في هذا السياق بالذات فإننا اخترنا المشاركة والتعبئة بدل الانسحاب والاستقالة، المشاركة بمرشحنا وبمشروعنا بدل الاصطفاف والتموقع، زرع الأمل بدل الاستسلام للتشاؤم والإحباط، مواصلة النضال من أجل الحفاظ على فرص للتغيير. وبمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دائما أودع الراغب في الترشح عن حزب التجمع الجزائري طارق زغدود التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح عن حزب التجمع الجزائري ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. انتخبت الأمين عام للحزب في المؤتمر العادي السابع 3 أوت 2023، وبالإجماع اتخذ المؤتمر قرار بترشيح الانتخابات الرئاسية. انتخابات الرئاسية هو تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية ودولة القانون واستقلال السلطة واستقلالية القضاء وأيضا والتنمية. احنا اليوم المواطن وش ينتظر منا كطبقة سياسية؟ هو فتح الاستثمار الجزائري أو الأجنبي، ايضا فتح الوظائف خريج الجامعات والمعاهد، ايضا رفع الانتاج باش تحسن القدره الشرائيه. كما اودع الراغب في الترشح شعبي سالم التصريح بالترشح لدى رئيس السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لاحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الراغب في الترشح شعبي سالم سلم ملف ترشحه لرئيس السلطة مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. في انتظار نتائج دراسة الملف أتمنى أن أكون من بين المحظوظين الذين يخوضون غمار هذه المنافسة الشريفة. رسالة فقط إلى الشعب الجزائري، حيث أقول لهم أنه بالأمس أقسمت أن أكون الخادم الوفي لبلدي، واليوم ألتزم إن ساعفني الحظ أن أكون الخادم الوفي لبلدي وأن أكون الخادم الوفي لشعبي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر ويحيا الشعب الجزائري. كما أودع أمس الراغب في الترشح العبادي بالعباس التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح العبادي بالعباس ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. بالنسبة لهذه المناسبة
فرسالتي تكون على مقسمة على 4 محاور. كل مترشح لديه برنامج أو خاصية مميزة تميزه عن باقي البرامج السياسية. فبالنسبة لنا في اعتقادنا أن الجزائر لديها إمكانيات بشرية ومالية قادرة على أن تخلق الفارق، قادرة على أن تكون في الريادة. كما لا يفوتني أن ندعو لكل المستضعفين في الأرض وعلى رأسهم القضية الفلسطينية. فهذا البرنامج سنفعل فيه روح نوفمبر 54، لأن روح نوفمبر 54 استطاعت أن تحرر البلاد من القيود. أما كلمة روح نوفمبر فهي لها معاني جامعة، وهي جامعة من جوامع الكلم. كما أودعت مساء أمس الراغبة في الترشح زبيدة عسول التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمها وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغبة في الترشح عن حزب اتحاد من أجل التغيير والرقي ملف ترشحها مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المشاركة تاعنا في الانتخابات الرئاسية هي مشاركة تسمح للبلاد أنها حقيقة تغير نموذج الحوكمة في بلادنا وتبني دولة المؤسسات وكذلك تبني دولة الحريات والتنمية الاقتصادية والرفاهية للمواطن. الشيء اللي نقدر نقوله لكم وأنه النجاح اللي حققناه في هذه العملية وأنه لأول مرة قدرنا من خلال الترشيح نتاعي نجذب فئات شبانية جامعيين طلبة متخرجين جدد عمرهم ما دخلوا للسياسة وعمرهم ما شاركوا في السياسة وعمرهم ما اهتموا بالسياسة، ولكن الترشيح نتاعي و كل العمل اللي قمنا به على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وهذا هو الشيء اللي كان متاح بالنسبة لنا قدرنا نستقطب جزء كبير من هذه الفئة الشبانية اللي نعتقد باللي المستقبل لها هي. كما أودع الراغب في الترشح حمادي عبد الكريم التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح عبد الكريم حمادي ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. نتمنوا اننا نكون في حالة تقدم وليست في حالة تقهقر. لما نتكلم على التقدم نتكلم على المؤسسات الجزائرية. احنا نتمنوا انها تكون في حال التقدم، لان اذا كان وقعت من دي قبل امور اللي ممكن تخلي الانسان يفشل ولا الانسان مثلا يفقد مثلا الثقة في المؤسسات. احنا هاد النقاط هذه ما نعطيوهاش استدير ما نحكموش عليها الحكم المطلق، وبالتالي نخليو انفسنا نتقدموا مع هذه المؤسسات هذه. احنا نظن بان السلطه المستقله للانتخابات حاليا راها عندها اون بروغريسيون تقدم فيما يخص دراسه الملفات، فيما يخص المعامله،
مع المتقدمين للترشح فيما يخص جميع 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 الامور اللي تخص هذه العمليه الانتخابيه. وبالتالي احنا لما نتكلموا عن الحدود، اذا كانت الحدود تتعلق بنا احنا عندنا كشخص كمشروع، لان احنا عندنا مشروع ما سمي بمشروع السلامه الوطنيه، اذا احنا نظن بان مشروع السلامه الوطنيه عنده حدود كبيره لما يخرج الى كما قال العربي بن مهيدي: القوا بالثوره الى الشارع يحتضنها الشعب. نلقي بمشروع السلامه الوطنيه نظن ان الشعب سيحتضنه. كما أودع الراغب في الترشح عايب رؤوف التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح رؤوف عايب ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. لقد قمت اليوم وبتوفيق من الله عز وجل بإيداع ملف ترشحي لرئاسيات المسبقة 7 سبتمبر 2024، وإن وقد استقبلت شخصيا من طرف السيد رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وإن هذه الانتخابات تعتبر استثنائية. إنها انتخابات لأول مرة في تاريخ الجزائر تجمع ما بين أجيال ثلاثة. إن هذه الانتخابات تجمع ما بين الجيل المخضرم، جيل الآباء الذي حرر الجزائر وسير الجزائر إلى غاية اليوم، جيل الاستقلال وهو الجيل الذي أنتمي إليه والذي يكن كل الاحترام والتقدير لجيل الآباء، وجيل الألفية الثالثة الذي سيقوم بإذن الله لأول مرة بالانتخاب وبعدد كبير في هذه الانتخابات. وإن وجود ثلاثة أجيال في الجزائر يدل على أن هذه البركة في هذا المنزل الكبير لا يهم من يحكم الجزائر، وإنما يهم أن الجميع يساهم في بناء هذا المنزل. إننا هنا لنضع مساهمتنا في بناء هذا الوطن، لنكون يد بناء في بيتنا الكبير الذي يجمعنا جميعا. كما أودع الراغب في الترشح بالقاسم ساحلي التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح عن حزب التحالف الوطني الجمهوري ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية تحية طيبة لجميع أسرة الإعلام. بعد استيفاء الشروط الدستورية والقانونية طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي لنظام الانتخابات، سعدنا اليوم بتقديم ملف ترشحنا كمرشح لرئاسيات 7 سبتمبر باسم تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح. في البداية بودي باش نشكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعلى رأسها الأخ الدكتور محمد شرفي وكل الإطارات وأعضاء السلطة على التنظيم الجيد لهذه العملية.
عملية إيداع الملف سمحت لنا باستعراض مع السيد الرئيس لمجمل الظروف العملية والسياسية والتقنية بإيجابياتها وبسلبياتها، باش نسعى إن شاء الله إلى تحسين هذا المسار، أقصد مسار عملية جمع التوقيعات اللي سمحت لنا باش نزوروا أكثر من 35 ولاية أنا كمرشح في فترة 30 يوم الماضية. كما أودع الراغب في الترشح أحمد جوراية التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح أحمد جوراية ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما أودع الراغب في الترشح بو عمريون سليمان التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح بو عمريون أحمد ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما أودعت مساء أمس الراغبة في الترشح سعيدة نغزة التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمها وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغبة في الترشح سعيدة نغزة ملف ترشحها مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما أودع الراغب في الترشح كمال هبال التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح هبال كمال ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما أودع الراغب في الترشح شكار عمار التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح شكار عمار ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما أودع الراغب في الترشح بابا أحمد هشام التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي سلمه وصل استلام طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. العملية تواصلت بتسليم الراغب في الترشح بابا أحمد هشام ملف ترشحه مرفوقا باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية كما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
في الحدث التربوي أعلنت أمس إذن نتائج شهادة البكالوريا، وعقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة أجوان 2024 سجلت دفعات مدارس أجبال الأمة هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل 952 شبلة وشبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 97.95%، فيما حققت الشبلات نسبة نجاح 100%. بهذه المناسبة يتقدم سيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق. تعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أجبال الأمة والمستوى الراقي الذي تتميز به المدارس، وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوقهم، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس. أعلنت مساء أمس إذن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024، وفور الإعلان عن النتائج عمت الأفراح والمسرات وسط الناجحين وأوليائهم عبر مختلف ولايات الوطن. وهبة دنداني. وقد بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة 2024 58.28%، حيث سجلت شعبة الآداب 52.47%، فيما بلغت نسبة النجاح لدى فئة ذوي الهمم 46.12%. حسب ما أعلن عنه أمس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد في ندوة صحفية، أكد خلالها أن كل من تحصل على معدل 10 فما فوق يعد ناجح. أولا يعتبر ناجحا في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2000 جوان 2024 كل مترشح ومترشحة تحصل على معدل البكالوريا يساوي أو يفوق 10. عدد المترشحين الناجحين 317,258. عدد المترشحين الناجحين هو 317,258. نسبة النجاح الوطنية لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 باعتماد معدل نجاح يساوي 10 أو يفوق هي 58.28%. بمعدل 19.62 وبجدارة واستحقاق نال التلميذ محمد الأمين مقران من ولاية تيبازا المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا، فكان الطموح عاليا بقدر علو الهمة والإصرار والاجتهاد. ملك درحمون. ألو، صباح الخير. صباح الخير. راني مع التلميذ مقران محمد الأمين. نهنيك، راك انت هو اللي ترتبت اول وطنيا الحمد لله بمعدل 19.62 على 20 في البكالوريا دورة 2024. اذا نهنيك ونهني الوالدين تاعك اللي تعبوا عليك ووصلوك لهذا المستوى. هي بطبيعة الحال كانت سنة مليئة بالصعوبات والتحديات، ولكن ايضا كنا احنا تلاميذ، كانوا الاساتذة تاعنا مليئين ثاني بالعزم من أجل تجاوز هذه الصعوبات وهذه التحديات. هكذا اختصر الطالب محمد أمين قصة نجاحه في امتحان شهادة البكالوريا، وهو يتوج بلقب صاحب أعلى معدل على المستوى الوطني وبمعدل 19.62. بعد سنوات طويلة من الاجتهاد كان هذا هو الهدف منذ سنوات طويلة بشهر هذا العام. الله يبارك على النتيجة اللي تحصل عليها محمد أمين، وبفضل الطاقم التربوي والإداري على رأسهم السيد مدير التربية للولاية تاعنا تاع تيبازا، ونشكر جميع الأساتذة والإداريين. راني فرحانة ونحمد ربي بزاف، الحمد لله. هو في بدو تعب في قرايته، والحمد لله يا ربي كيوفقوا ربي ولحق المرتبة الأولى إن شاء الله. الحمد لله. بمدينة حجوط
بولاية تيبازا تعلم ودرس محمد أمين وسط عائلة تنتمي للسلك التربوي، فكان يقضي معظم أوقاته في الدراسة والمشاركة في عديد المسابقات العلمية، وكان النجاح من نصيبه في عديد المناسبات. شارس أولمبياد الرياضيات اللي تنظمها الولاية الجزائر كل سنة باش يدير التصفيات العالمية، وشاركتني في واحد المسابقة أخرى اسمها International Youth Math Challenge، هي مسابقة خاصة بالشباب المهتمين بالرياضيات حول العالم. في هذه المسابقة شاركت في عامين متتاليين، في العام الأول تحصلت على الميدالية الفضية والميدالية تحصلت على الميدالية البرونزية. قلت باللي راني ننتظر في محمد أمين إن شاء الله باش يكون على الأقل أول ولائيا. اليوم يعني كي سمعنا النتيجة من طرف السيد وزير التربية يعني شرف كبير. اولا قلت للتلميذ للوالدين الاساتذه تاعو اللي سهروا وتعبوا عليه. فخر الجزائري محمد امين وغيره من اشبال الجزائر نجباء هم ثمره نجاح تعول عليهم الجزائر لبناء مستقبل ركيزته الاساسيه العلم والمعرفه. ورحب ماريا إيناس صاحبة المرتبة الثانية وطنيا بمعدل 19.54 فخر ثانوية العقيد لطفي بوهران وذخر لوالديها وللأمة الجزائرية. نوال سماعين فراقي. يعني عيدتك اليوم باش نعطيك خبر صار. تفضل. لك الفضل والشكر يا بنيتي. إذا نخبرك المعدل العام تاعك في شهادة البكالوريا راهو 19.54 ومعدل المواد الأساسية راهو 20/20 وراك الترتيب تاعك وطني راكي الثانية وطنية. الحمد لله والشكر لله. مبروك عليك بنتي، مبروك على الأسرة الكريمة. أجواء من السعادة والبهجة عاشتها عائلة العمار الممزوجة بالزغاريد ودموع الفرح بعد تحقيق ابنتهم ماريا نجاحا باهرا في شهادة البكالوريا. شعوري بعد تلقي الاتصال من وزير التربية كان شعور لا يوصف، فرحة عارمة، يعني شعور لا أنا عاجزة عن وصفه. بالطبع أنا فخورة بهذه النتائج. من الطفولة تحب الدراسة، من الطفولة ما تحبش اللي يجي خير منها، من الطفولة هي لو كنت تتمنى دائما هي لا بروميير حقيقة نكون نقارعوها نظرا للمجهودات اللي قدمتهم طول العام. فرحانة كي نجحت ماريا الباك، راني فرحانة بزاف بزاف. راني فرحانة بزاف ماريا كي دارت شهادة البكالوريا، وإن شاء الله أنا تاني كي غادي نخرج كيما هي في المستقبل. نجاح مستحق بالنظر للمجهودات التي بذلتها ماريا بالاعتماد على ذاتها دون حاجتها إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية. ضف إلى شغفها لتعلم اللغات الأجنبية واحترافها للإعلام الآلي، كما كانت أيضا سندا لأخيها إلياس الذي نجح هو الآخر في شهادة التعليم المتوسط. تقرأ وحدها تحترم، غير ما عندهاش الوقت الاخر غير القرايه، وتبغي لي لونغ تقرا لونغلي وحدها، تقرا فرنسي، تقرا الاسبانيول شويه الالمان، تقرا شويه الالمان ثاني. هو مثال حي على ان التفوق ليس محض الصدفه بل هو نتيجه العمل الجاد. وبعد موسم دراسي ناجح افتكت التلميذة وصال أولم المرتبة الثالثة وطنيا بحصولها على معدل 19.52 في شعبة العلوم التجريبية من ثانوية الإخوة عشي ببلدية قايس بخنشلة. فرحة التفوق عبرت عنها وصال لعبد الرحمن شباح. أنا عايزك باش نخبرك نعطيك خبر صار. راكي الترتيب تاعك وطني في كي ناجحة في البكالوريا ومرتبة الثالثة على المستوى الوطني. راهي المعدل تاعها في حاجات البكالوريا 19.52. قداش؟ 19.52. لم تكن تتوقع بأن يكون أول المتصلين بها هو وزير التربية الوطنية لتهنئتها بنجاحها وتفوقها في شهادة البكالوريا. فرحة كبيرة عبرت عنها وصال ابنة مدينة قايس بعد سماعها لهذا الخبر.
كانت مشاعر بين التوتر الخوف، وفي النهاية بشرني بذلك الخبر وبحصولي على المرتبة الثالثة وطنيا. فصراحة عشت مشاعر لا توصف، فرحة عارمة، فرحة هستيرية بين أفراد عائلتي. الحمد لله ويد مرتبة ما شاء الله، انش فرح غيس والعائلة جملها فرحيس، وتعب سيقاه بذا هو اللي يكون انت تويد النتائج ما شاء الله. الفرحة ما خلاتنيش نهدر ودارت لي الارتباك، ما قدرتش نهدر من الفرحة. المهم مبروك علينا كل والحمد لله. بعد موسم من الجد والمثابرة في الدراسة حققت وصال ما كانت تصبو إليه، وهو التفوق في شهادة البكالوريا، فكان لها ذلك بحصولها على المرتبة الثالثة وطنيا. تلميذة تستحق هذا النجاح لأنها تلميذة ممتازة علما وخلقا. لطالما كنت أخبرها أنها يمكنها أن تفعل المستحيل، بيني وبين نفسي كنت أتوقع نتيجة حصولها على البكالوريا بمعدل امتياز. أقدم شكر الخالص لكل أساتذة الذين كانوا هم السند والمحفز لي طيلة مشواري الدراسي. التلميذة ويصال أولم مسيرة دراسية مميزة، اجتهاد كلل بالنجاح والتفوق في هذه الشهادة المصيرية. والفائزة الأولى وطنيا في فئة ذوي الهمم التلميذة المثابرة لشلح آلاء من ولاية الوادي، أنموذج عن التحدي والإرادة القوية لتحقيق المبتغى. محمد العيد البيه. عيط لك بنتي باش نخبرك باللي باش راكي المرتبة الأولى وطني في فئتك، المعدل العام في شهادة البكالوريا 17.69 تاعك. الحمد لله يا ربي. مبروك عليك بنتي العزيزة. بارك فيك. ظروف صحية أقعدتها الفراش، لكن ذلك لم يثني ألا لشلح ابنة مدينة قمار عن الاجتهاد والتفوق لتخطف الأضواء بنيلها شرف المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا بأعلى معدل عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. مشوار الدراسي من الابتدائي حتى الثانوي كان فيه اجتهاد وتفوق الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى في الثانوية كي دخلت العام الأول والثاني كان فيه تفوق كبير، والحمد لله بصح الظرف صحي طار وبشكل مفاجئ عام تاع الباك، فاجئني مرض صحي عبارة عن مالادي دو كلفا، وعبارة عن مرض عصبي نوعا ما أعاقني. رغم ذلك تحديت المرض، والحمد لله كانت رحلة علاج ورحلة في نفس الوقت تحضير البكالوريا، والحمد لله وفقني باش نجيب هذا المعدل تاعي. مرافقة أسرية واجتماعية وبيداغوجية طيلة مسارها التعليمي والدراسي ساعدتها في التفوق وافتكاك أولى المراتب. ولكن رغم هذا العائق الحمد لله اجتهدت وفرحتنا وفرحة مدينة قمار ولاية الواد، والحمد لله نتمنى لها التوفيق في مسارها الدراسي وحياتها العلمية والعملية إن شاء الله. نشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في نجاح ابنتي العزيزة ألاء في شهادة البكالوريا 2024، والتي شرفت من خلالها كل العائلة وشرفت مدينة قمار وولاية الوادي. نشكر كذلك كل من الطاقم التربوي والإداري. حلم راود ألاء منذ الصغر تضع أولى قواعده بفضل هذا النجاح. إن شاء الله يا ربي كان وفقني ربي ندير كلية طب أسنان دونتيست، وباش نعاون البلاد تاعي ونخدمها ونقدم العلاج للناس وتحقيق حلم تاعي. لا شيء يتحقق إلا بالعلم، فبالتوفيق والنجاح في مختلف المراحل القادمة، وألف مبروك لألاء. ولا إعاقة مع الإرادة شعار التلميذ المتفوق شمس الدين عريبي من ثانوية ملايكة الطيب بولاية المدية، والذي تحصل على معدل 16.63 في شعبة أداب وفلسفة. تحد وإصرار جعله يفتك المرتبة الثانية وطنيا في شهادة البكالوريا لذوي الهمم. إكرام قاضي. وأنا كلمتك شمس الدين باش نعطيك معلومة سارة جدا. راك مرتب الثاني وطنيا في فئتك بالمعدل العام في شهادة البكالوريا 16.63.
يقال إنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وشمس الدين بإرادته القوية ورغبته الملحة تحدى الصعاب واستطاع الظفر بالمرتبة الثانية وطنيا في امتحان شهادة البكالوريا من فئة ذوي الهمم. يكاد اللسان يعجز عن الكلام، لا يمكنني أن أصف هذه اللحظات بأي كلمة موجودة في هذا العالم، لا باللغة الصينية ولا باللغة العربية، يعني أنا فرحان بهذه اللحظات. سنة كاملة من الجد والمثابرة رافقته فيها والدته التي كانت له السند طيلة مساره الدراسي. كنت متوقع يعني على وش دار وش كان وش تعب، على بالي بلي ربي يجازي كل واحد تعب. كنت دائما نقولوا بلي ربي كي يبتلي عبدا، ربي قلت له نقولوا بلي طونك طالك هذه الحاجة دير بالك بلي ربي راح يكرمك، يعني نتمنى ان شاء الله يكون عنده مستقبل زاهر وكاع. فرحة الابن الذي تحدى كل الصعاب وتحصل على هذه النتيجة الرائعة اللي هو الثاني وطنيا، هذا على كل حال شرف ببلده الجزائر كما كان يتكلم. طموح شمس الدين لم يتوقف هنا، فمع كبر هدفه تكبر همته لمواصلة طريقه نحو النجاح. وبأعلى معدل وطني على مستوى مدارس أشبال الأمة تحصل شبل رياض قلوش من مدرسة أشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية بوهران على شهادة البكالوريا بجدارة واستحقاق. محمد الأمين بقدوري. عيد تقول لي اليوم باش نخبرك بلي باش راك مصنف المرتبه الاولى وطنيا في ترتيب مدارس اشبال الامه. راك انت اللي ديت الرتبه الاولى بالنسبه للمترشحين لامتحان شهاده البكالوريا بعنوان 2024 المنتمين لمدارس اشبال الامه. الشبل رياض قلوش جديد عنوان للانضباط ومثابرة واجتهاد، سنوات من الجهد في مدرسة أشبال الأمة تكللت اليوم بالظفر بأعلى معدل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا حسب ترتيب مدارس أشبال الأمة. بعد مجهودات كبيرة في مدرسة أشبال الأمة كانت قريب 7 سنين قد يتحصل هذه العلامة 19.10 الأول شهادة بكالوريا شعبة رياضيات. إنجاز جمع من خلاله رياض بين التفوق الأكاديمي والانضباط العسكري، مؤكدا بذلك دور الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس. بالتوفيق من الله عز وجل. ثانيا مجهودات رياض وإخلاصه في دروسه ومواظبته. ثالثا لوالديه. ورابعا لمؤسستي أشبال الأمة، الأولى ببشار والثانية بوهران. الإطارات وكل الناس اللي ساهرين على مدارس أشبال الأمة وفروا كل شيء باش خلوه يتأقلم يعني بسرعة، والحمد لله يعني بدخوله في الفصل الثاني كان في المستوى التأه، كان في مستوى يعني أكثر من 18 معدل. نجاح يفتح أفاقا في وجه رياض قصد الانطلاق في مسيرة مشرفة في المستقبل. نبقى مع الحدث التربوي، حيث أعلنت وزارة العدل عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2024 لنزلاء المؤسسات العقابية والتي حققت 63.43%، حيث بلغ عدد المسجلين 5482 مترشحا، نجح منهم 3477 مترشحا من بينهم 90 امرأة، فيما تم تسجيل أعلى معدل في الشهادة ب 18.39 بمؤسسة إعادة تأهيل بابار. وتعكس هذه النتائج مجهودات الدولة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. في التعاون، دعا وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من العاصمة الغانية أكرا إلى اعتماد رؤية استراتيجية جديدة للشراكة التي تربط الاتحاد الإفريقي بمختلف الفاعلين الدوليين، وذلك خلال أشغال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
عطاف الذي يشارك في الدورة الوزارية بتكليف من رئيس الجمهورية جدد في كلمته حول البند المتعلق بتقرير لجنة الممثلين الدائمين، جدد دعم الجزائر لمسودة فيفري 2023 التي تتضمن السياسة والإطار الاستراتيجي للشراكات، مشددا على حتمية تحديد هوية هذه الشراكات عبر تكريس الاتحاد الإفريقي بصفته الطرف الأساسي في جميع الشراكات القائمة أو المستقبلية. وخلال تطرقه إلى ملف المسائل المالية والإدارية، أكد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لضمان تمويل ذاتي مستدام للمنظمة القارية بموارد إفريقية حتى تضمن استقلالية مواقفها وسيادة قراراتها. إن تنظيم وتأطير شبكة الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع العالم الخارجي أضحى التموس بصفة مباشرة مصداقية وهيبة منظمتنا القارية، خاصة وأن شبكة الشراكات هذه ما فتئت تتوسع وتتمدد في الآونة الأخيرة دون أن يكون لنا كدول أعضاء قول فصل في ذلك. إن الشراكة الحقة تقتضي الاحتكام إلى مبادئ المساواة السيادية والاحترام المتبادل والنفع المتقاسم والمساهمة المشتركة في تحديد معالم هذه الشراكة بحد ذاتها وصياغة أهدافها ومقاصدها. وعلى هامش أشغال الدورة الوزارية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجمهورية رواندا وغانا، تشاد، أنغولا، تنزانيا وجنوب السودان. اللقاءات تضمنت التشاور والتنسيق بخصوص النقاط المدرجة على جدول الأعمال، وبحثت سبل المضي قدما بعلاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات. تتواصل فعاليات الطبعة 12 للجامعة الصيفية لإطارة جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية، والتي جاءت تحت شعار كفاح وتضحية لفرض الاستقلال والحرية. خليد حج جلالي. على ضوء مستجدات القضية الصحراوية وصمود الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي، رافع الخبراء اليوم من على منبر جامعة الشهيد أبو علي حمودي لتصويب العدالة المفقودة رغم الشرعية الدولية والمواثيق الأممية. التسبب الأول في عودة التوتر وعودة الصراع للمنطقة هو النظام الملكي المغربي من خلال تعنته وخرقه الدائم للاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءه على المواطنين الصحراويين السلميين في المناطق المحررة، وبالتالي ما فرض على جبهة البوليساريو أن تصبح في حل من وقف إطلاق النار والعودة إلى الكفاح المسلح كوسيلة لاستكمال السيادة على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية. ما يحدث اليوم من معادلة دولية وبخاصة في ظل المتغيرات الآنية على ضوء المجهودات الكبرى التي تقوم بها الجزائر خلال عضويتها الدورية بمجلس الأمن الدولي، وكيف أنها أحرجت القوى الغربية لأن تستعمل حق النقد غير ممر في محاولة لحماية الكيان الصهيوني الذي يتفرد إبادة بالشعب الفلسطيني الأعزل. هو نفسه المشهد الذي يعيشه الصحراويون على مدار الخمسة عقود الماضية. تناول القضية الصحراوية من مختلف الجوانب مكن من استحضار الظرفية الإقليمية والدولية التي تمر بها القضية، بما يساهم في تنوير الرأي العام العالمي ويخدم القضية العادلة. تدافع عن الشعوب المظلومة، عن الشعوب التي تلتهم سيادتها على أراضيها وثرواتها، وتقود يعني معركة تقدمية لتحقيق مبادئ القانون الدولي الأساسية. رأينا كذلك وقوف الجزائر إلى صالح القضية الصحراوية العادلة ووقوفها إلى جانب القضايا يعني أنها وفية لنبراس دماء الشهداء. عدالة القضية الصحراوية تنشر صدى كفاح الشعب
الشعب الصحراوي المشروع ضد الاحتلال المغربي في كل أصقاع العالم، وتؤكد مجددا عبر حضورها الإقليمي والدولي حتمية الانتصار في تقرير المصير. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الصهيوني استهدفت مدرسة في حي الزيتون، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون في قصف صهيوني عنيف طال مخيم البريج. هذا وارتكبت قوات الاحتلال 3 مجازر أسفرت عن استشهاد 54 فلسطينيا وإصابة 95 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وأمام التواصل العدوان الصهيوني تتكشف يوميا بشاعة مجازره في حق المدنيين العزل. مراسلنا وسام أبو زيد. بمزيد من الحزن والأسى، هكذا كانت أحوال الفلسطينيين عندما بدأ الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر في نبش القبور في ذات المقر لنقلها إلى مقابر أخرى. بجهود فرق الدفاع المدني بدأ النبش عن مقابر جماعية جديدة في باحات مقر الهلال الأحمر الفلسطيني للكشف عن مذابح جديدة ارتكبها الاحتلال، من بينهم هذا الطفل الرضيع، وتم نقلهم إلى مقبرة رئيسية وسط حالة من الحزن والأسى انتابت الأهالي في مشاهد اقشعر لها بدن الأحياء. أيضا يجري الآن انتشال 12 شهيدا ممن اضطرت طواقمنا إلى دفنهم في محيط مستشفى الأمل في الوقت الذي كانت تحاصر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المستشفى قبل 4 شهور من الآن. فنبشوا تحت التراب للبحث عن رفات الشهداء، ونبشوا معهم أيضا مشاعر القهر والظلم والألم التي تخلج قلوب الأهالي التي لم ترى أبنائها عندما كان جيش الاحتلال يحاصر مقر الهلال الفلسطيني. يرضى عليك الله يرحمك يا رب، يما زفوك يا رب، زفوك الملائكة يا رب يما حبيبي. لتتعالى صرخات الأهالي على كل حبيب أو قريب، وتقلبت عليهم المواجع من جديد بعد 5 أشهر من تاريخ الاستشهاد، فهم يضافوا إلى 10,000 مفقود تحت الركام. لا تزال عائلات أخرى تنتظر لحظات الوداع الأخيرة. الحزن والوجع رجع من أول وجديد، يعني كأني بدفن ابني مرة تانية. والله مشاعر حزين جدا جدا، يعني تخيل أنه بعد 5 شهور ونص يتم إخراجه وكمان منشوفه مرة تانية، فالوضع يعني شعور سيء جدا يعني حزين. وهي أمه وهي مرته كمان، هي ابنه كمان. فمن مقبرة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المقابر الجماعية ستبقى أرض فلسطين تحتضن هؤلاء الشهداء، وسيدرك العالم يوما أن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.